السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذن أيها المطالبون بتحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور، معلومات جديدة ومستجدات جديدة في الملف كتخلينا أننا نستشعر بأن ساعات وأيام قليلة فقط تفصلنا على تحديد لائحة المتهمين. معلومات ومستجدات جديدة إخواني أخواتي كتتعلق بتسليم أو لا قاضي التحقيق اللي مسؤول على هذا الملف، ملف الكولونيل نور الدين العطور، والأدلة اللي عنده وكل المعطيات اللي عنده بخصوص المتورطين. فقريبا جدا سيتم تحديد لائحة المتهمين من بعد ما ظهر هذا المستجد إخواني أخواتي، واللي هو تسليم قاضي التحقيق لكل الأدلة لوكيل الملك وتسليمه لمجموعة ديال التقارير بخصوص هذا الملف. هذا الملف إخواني أخواتي واللي الفضل فيه تعود للمطالبة بالحق المدني ابتسام بنت الكولونيل، اللي بهذه المناسبة يعني نشد على أيديها وكنزيد وكندعموها من أجل الاستمرار في المطالبة بتحقيق العدالة ووضع الملتمسات والاستمرار رفقة المتابرة المحامية الأستاذة زينب الخيار. فهذه المعلومات إخواني أخواتي كتخلينا نتأكد فعلا بأن هذا الملف رغم كل المضايقات، رغم كل ما سعت إليه هذه الشبكة الإجرامية من محاولة ديال تمويه وتزوير أحداث هذه الجريمة، وذلك بخلق وصناعة واحد حادثة سير اللي ماشي مجرد مفبركة، وإنما حادثة سير فيها واحد تمثيل اللي كبير وكبير جدا، تمثيل استطاعوا من خلاله تضليل العدالة لمدة ستة سنوات كاملة ساهم أيضا في تضليل العدالة، ضغط هذه الشبكة وتهديدهم لزوجة الكولونيل التي تسترت وبالتالي أصبحت جزءا من الجهات ربما التي سيتوجه لها الاتهامات في الأيام القليلة القادمة، يعني بارتباطها بهذه الشبكة، هذه الجريمة إخواني أخواتي. وبناء على هذه المستجدات فيتضح بأن ساعة الحسم قد اقتربت وساعة سقوط هاد المجرمين خلف القضبان قد اقتربت، خصوصا لما كيولي يعني كل المعطيات متاحة أمام وكيل الملك. فباش أننا يعني إخواني أخواتي ناخذ معلومات كبيرة حول الأدلة اللي تعطات واللي تمنحات من طرف قاضي التحقيق الوكيل الملك، فخصنا ناخذ واحد الصورة من عند الجهات المعنية، والجهات المعنية في هذا الملف هنا يعني المحامية زينب الخيار في آخر الخرجات الإعلامية ديالها كشفات على مجموعة ديال الأدلة قديمة وجديدة. هذه الأدلة اللي رفقت مجموعة ديال التقارير غدا تخلي وكيل الملك أنه تكون عنده حتى هو الآخر يعني واحد الصورة مقربة من الملف، لأنه قريبا جدا ستعرض عليه لائحة المتهمين التي سيمدها له قاضي التحقيق. فإخواني أخواتي باش تكون عندنا هذه الصورة هذه فغادي نستمعوا للأستاذة والمحامية زينب الخيار، لكن قبل ذلك فنجدد المطالب ديالنا بتحقيق العدالة ونشد على أيدي المؤسسات وأيدي المطالبة بالحق المدني ابتسام بنت الكولونيل وأيضا المحامية زينب الخيار. رغم ظروف وفاة أبيها إلا أنها يعني متابرة ولا زالت يعني تستمد قوتها، رغم يعني الظروف لا زالت واقفة من وراء هذا الملف. فنسمعوا إخواني أخواتي شنو قالت الأستاذة زينب الخيار حول الأدلة ومجموعة ديال المحجوزات ومجموعة من الأمور باش أن تكون عندنا واحد الصورة حول ما سيتم تقديمه أمام وكيل الملك. السلام عليكم أستاذة زينب الخيار محامي بهيئة الضبط. أولا كنشكركم نتوما أخبارنا لواحد الصحافة اللي كنعرفكم من الأول اللي نزيهة اللي كتعطيو الأخبار بمصداقية. الدليل على ذلك أنكم ديما موجودين معنا وحنا باقيين
فرحانين بالعمل اللي كتقدموه للمغاربه وما كتخدموش حنا، قد تخدموا الراي المغربي اللي انا كنشكر من هذا المنبر اللي كنحيي من هذا المنبر، يعني عارفه المغاربه كي دايرين واللي غنشعر بالمغاربه كي دايرين، لان كلهم كيتضامنوا معنا لدرجه انني في اي مدينه الناس كيوقفوا كيبقاو يبكيو على الملفات اللي عندي. هادشي ما كنقولوش من فراغ. نعطيكم اخر قضيه وقعت، والبارح كنت غادا لمدينة كناس، كانت عندي جلسة في كناس، كنشكر واحد السيدة بعدا اللي باقي مع نشكرها مع هذا المنبر، اللي كانت يلاه جاية من مدينة ديال جات من بلاد ديال الإمارات العربية، وجات حدايا بقات كتبكي، وجات واحد تكشيطة من لافاليز ديالها عطاتها ليا، قالت لي شكرا الأستاذة لأنك متبعينك عبر العالم كله، أنا كنت في الإمارات كنبكي ملي كتكون كتهضري، لأني كنعرف تهضر عن صدق وعن واقع فيما يخص الميث ديال الكورونا، الميث ديال ابتسام، الميث ديال البنان التامين، أنا عندي ميثات عديدة وعديدة اللي تقدمت صوتي للصحافة والرأي العام، لأن ما يمكنش أن كنشوف شي خلل ما في ملف ما، لأن لا يعقل واحد ميثات اللي من 2007 باقا ما تحكمهاش، ميثان دابا ديال كورونا من 2018 باقا ما تحكمش، عندي ميثات عديدة وعديدة فيما يخص القتل، فيما يخص بزاف ميثات، لهذا السبب أنا كنضطريت باش تخرج الرأي العام، باش حنا الرأي العام لأن السلطة الرابعة هي الصحافة. فيما يخص بنت كورونا اللي شفتو واحد بزاف ديال الناس اللي أنا دايرة بهم براسي شكايات خطيرة اللي فيها التجار في البشر، اللي هما تكتفوا وخاص يسحبوني كيخلعوني بواحد واحد ما عرفتش شنو هو هذاك اللي في امريكا ما كنسميش على ما عنده حتى شي اسم، اللي كيحاولوا يضغطوا عليا، انا ما كنخافش، اكل مهني انا ما كنخافش، وما كنخافش انا تتشهر وكديروا جرائم تشهر شهر وزيدوا شهر، وعلى العلم انني درت شكايات في الجميع، درت عند وكيل العام الملك ديال الرباط، درت النيابه العامه، درنا وقفه احتجاجيه، لان ما يمكنش الناس واحد المحامي اللي بغات كدافع على اي ملف بمصداقيه اللي كتأدي المهنه ديال المحاماه على احسن ما يجي على احسن ما يرام، اللي كتضحي بوقتي بحياتي بكل شيء بولادي بعائلتي على قبل الملفات اللي تعرضت بملفات الناس تهجمات كبيره، كاين اللي وصلوا حتى القتل، كاين اللي بزاف تعرضت لشي حوايج ما يقدرش يتصورها البشر في هذا المضمار، ما بقى له حتى شي حاجه، ما عندهم حتى هلا غير قولوا اللي بغيتي تقولوا، انا ماشي انا عندها نتعاطى مع الناس، انا عندي ملفات اهم من الناس، اهم من دوك الناس اللي لهم يكونوا على اليقين بان كلهم تقدمت بهم شكايه فيما يخص الجهات المختصه، الجهات العليا المختصه في البلاد. فيما يخص الملف ديال نور الدين العطور اللي كانوا حاولوا واحد الناس يغطيو شي حقيقه ديال واحد الكولونيل اللي هما بغاو يشوفوا الصوره ديالو الله يرحمه ويسعيه، بغاو يديروا بانه مضادر بيديه، بغاو يديروا كان في واحد الغابه كان تيشرب، وكان يديروا ما يمكنش الناس واحد الكولونيل اللي عنده واحد مرتبه كبيره، واحد حجم كبير، اللي هو عنده واحد مهام كبيره اللي كبيره بزاف وبزاف اكثر من ديك المصلحه اللي عنده ديال حمايه رئيس مصلحه حمايه امن الاجانب. انا ملي خديت هذاك الملف تيقنت بعد الدراسه طبعا بان هناك جريمه قتل بناء على المعطيات اللي تعطاتني من طرف ابتسام، انا ما كنقلبش على الملفات، انا دابا اليوم تهضر معي كل واحد نهار 20 30 واحد، انا هو الناس اللي كيبغيو يجيو عندي لانني عارفيني بانني امراه حق، امراه قانون، انا ماشي حيت محاميه، انا محاميه حقوقيه وانسانه، انا انسانه قبل ما نكون حتى شي حاجه، انا مبادئ عندي بحال هكا ما يمكنش تغيرها مهما كانت الظروف، ما اللي هددني ولا اللي دار اي حاجه كنت ثقل انا ما غاديش فيه، انا اي واحد غنحاول في اي ملف ما نتخلى على حتى شي ملف باش تبين فيه الحقيقه والعداله اتحقق فيه. فيما يخص البنت كورونا المره الاولى كيحاجمو ما عارفينش بان السيد قاد التحقيق، لان ملف في 2018 قتل الكورونيل على اساس انه حادثه سير، فعلا ملي انا خديت الملف ديال حادثه سير عرفت بان هذيك المعطيات كاينه في حادثه سير، لان ماشي هي هذيك، لان كان حطوط في شانطي كان ديك الطوموبيله كانت محطوطه تما، يا ضربوها من جميع النواحي لدرجه ان ما يمكنش يخرج من البيبان، لان البيبان كانت مغلقه ما يمكنش مضروبه ما يمكنش تحل، كان الكفر هو المحلول، الا انه
مشيت انا فواحد الطريقه كيف ما قالت لي ابتسام، كيف ما عطاوني المعلومات، كيف ما عطاوني المكالمات والتسجيلات اللي كتقول لهم ها راه قتلوا راه باك مات القتول، وعطيت كل بالاسماء والناس اللي كتقول ليها بان ما قدرتش نتابعهم، اللي الشيفور هرب اش عندي ليه، هذاك الشيء كلشي البلاصه اللي كنت درتي فيها الحادثه بالموطور هي نفس اللي سرقت فيها الدم في الطوموبيل ديال الوالد ديالك، الا اننا ربي جاب لنا واحد لاحظ كبير كون متقن بان اليوم الدنيا غدا الاخره، خاص انسان بان يعرف ما له وما عليه، ان الناس ما يمكنش يغلطوا الناس على قبل الماده، انا ما كتهمنيش الماده، كتهمني تحقيق العداله، كيهمني الناس كيكونوا مكلومين مظلومين، كيجي واحد الطريقه منهزمين بزاف، لان طغاو عليهم الناس في الفلوس، ها هما عاد خرجوا بعد الناس مدمرين، ما يمكنش انا وليت من دوك الناس، انا بحال انا درت راسي في وضعي دوك الناس، لان بزاف ما كنقولش كان بمئات كيجيو كيطالبوا مضمرين الحضاره، كيفاش انا ما بغيتينيش انا بهذا السن، هذا السن اللي كبير ما نبقاش ناضل حتى الموت، لان ما يمكنش ليا انا نشوف واحد مظلوم، واحد مقتول، واحد خد اللي حقه، واحد دير لي هذا الشيء، واحد ما تبقى لي تهمه، واحد شاد حكمي عليه ما داير والو، ما يمكنش ليا. اذا هنا المسار ديالي اذا صحيح، ما دمت انا الاولى قلت بان درت السيد وكيل القاضي ان ابتسام ملي مات قالوا لها بان الوالد ديالها دار حادثه، وصار عاز الزوجه باش تغير دفنه، وكتقول لك بان كاين في المحضر، ماشي قالت لينا هي، ما عنده لا بورطابل، قالت سلموا لها المحجوزات اللي فيهم 850 درهم، سلموا لها سمو لها ما كاينش هاتف نقار، ما كاينش لاكارت ناسيونال، ما كاينش بيرمي ديالو، عطاو هذيك الكاري ديشي وسوارت واحد العقد ديال واحد الكولونيل نقولها بصراحه اللي هو كاري لي ديك الطوموبيله مده 3 اشهر، بغيت نوريكم علاش كاري لي الطوموبيله مده 3 اشهر، لان الكولونيل المرحوم لان كانوا طاردوه شي ناس منهم من هاد الجهه ومن هاد الجهه محاوله قتله في 2017. الا ان ديك المحاوله قد باءت في الفشل، الا ان كورونيل دخل المستشفى بن عبد الله، كذلك الاخ ديال الزوجه اللي دخل نفس المستشفى، كورونيل خرج في نفس النهار الاخر بقى 3 ايام وداو الكلينيك، اذا هنا هي المطارده الاولى، على هذا الاساس حيدوا لي السياره ديالو غصبا عنه، وعطاوها حطوني وعطاه هذاك العقد ديال 3 شهور، وكان تيمشي كل ساعه عند طولي يقول لي عطي السياره ديالي، كيقول لي لا فلان ما خلانيش نعطيها لك، اذا ما معنى هذا؟ اذا بغاو خلي هذيك السياره فيها جي بي اس، اللي كراوا لي لان جميع السيارات ديال الاجره ديال الكراء كتكون في كلها فيها جي بي اس، اذا كانوا كيتصنتوا عليه كل من هذا الطرف العائله وكل من الطرف الاخر، اللي قال لنا الشاهد جاء من تلقاء نفسه، ما كيعرفنيش. باش تعرفوا ان الروح عزيزه عند الله، والانسان اللي كيخدم من نيتو كاين الله فوقه، حتى واحد ما يحاول يغطي شي حقيقه لان ينصركم الله فلا غالب لكم. الحمد لله دابا احنا وصلنا الحقيقه ديال بان الكولونيل مقتول، ما ان سميت ابتسام والعم ديالها كانوا داروا من بعد 3 ايام سمعوا الام تقول بان راه قتلوه وعطاتهم المعطيات، العائله كلها، لدرجه ان الناس اللي استدعوا قاضي التحقيق اللي هما من العائله ديالو اكدوا لي بان نهار الحادثه كانوا قموشه للام ديالها، وهو حتى هو في وجهه في جوج قابي في الراس. انا كنستغرب بان ديك الطبيبه اللي دارت داك المعاينه اللي هي طبيبه ديال لامور ماشي شي حاجه غير جينيراليست كدار المعاينه، الا انها اخلت بذلك وما دارتش خدمتها على احسنها، بل تواطات مع الناس اللي هما فوق منا اللي هما داروا هذا الحادث، فبركوا واحد الحادث تسير. ما معنى ذلك؟ لان هذاك الطبيبه الدور ديالها هي تقلبوا من جميع النواحي، لقات غير خبشه ليس من حقها ما تستطوش طبيبه تشريع. كاين على مشات تقبه هنا الداخل في القطن، وتقبه هنا بين الودن، وتقبه هنا، وهو وجهه مخموش ومهرسين ليه يديه. إذا كيفاش هادشي؟ وجات
بناء على ديك الشكايات كانت كدار، الا انه كانت كتحفظ دائما، لانهم ماشي حيت الوكيل العام ولا القضاء ما دارش نتو، لا لانهم ما عطاوش ما بينوش بزاف المعلومات اللي خاصهم يديروا القضاء، الا بعد ما ادلس ابتسام والعم ديالها ماشي غير ابتسام، العائله كلها مدمره لحد يوم هذا، ما فيهم الام ديالو اللي شتها ديك المره اللي بالفرحه ديالها لبست واحد القطان، ما قلت لها خرجت الخبره التقنيه على الهواتف، شفت ديك الخبره التقنيه على الهواتف، هنا خاصهم يعرفوا الناس كذبوا، لا ما كايناش خبره تقنيه، ما كايناش ما داش قاضي، كاين شي وحدين قال لكم لسه سيستم تقول قاضي الخبره التقنيه، واش انا الدور ديالي كمحاميه اش كندير هنا؟ راه انا اول مره كتبت السيد قاضي التحقيق باش يدير خبره تقنيه على الهواتف والتمركزات ديال الهواتف النقاله كامله، ومن بعد دليل لهم بواحد المقاطع لان رسميه السوع ديال المكالمات اللي فيها القتل، الا اننا ارتئينا باش نديروا ضد العلوم الشكايه مباشره بناء على الاقوال اللي قالت. وداك انا كل انا بعدا كيقولوا علاش كتشكر في القضاء، معلوم مشكور القضاء، لا كنشكر القضاء النزيه، كنشكر الناس كي كيديروا واحد الدور جبار ما كيعرفوش هما اش كيديروا، ماشي نستاهل باش نكون قاضي تحقيق، ما كنجامل حتى شي واحد، انا ما عنديش لغه المجامله، لان راه شفتوا بزاف في الدول اللي شي ناس ما داروش خلوا بالعمل، راه كنقولها صراحه امام الملا. اذا هنا انا كنشكر قاضي الاستاذ خياري على المجهود الجبار اللي دار، هذاك الشاب اللطيف المؤدب اللي قاضي ابنك قاضي الله يرحم والديه والباه اللي رباه واللي قراه اللي هو تا هو كان قاضي، وكذلك بالنسبه للسيد وكيل العام الملك، لان ديما كنتلقى اي وقت مشينا كيستقبلني وكيعطي معلومات، درجه ان في الاخر هذيك العصابه الاجراميه دارت واحد تكوين عصابه اجراميه اخرى اللي كتحاول تستر بطرق الكترونيه اللي كتحاول تستر وتهاجم على الناس، لدرجه ان قيده التسجيلات كتتهم هذاك واحد سيد من افراد العائله ديال ابتسام، هو اللي جاب داك المخرج المغرب، وها فلوطان فين كان، وهاد لوطان فين كان، وهاد ورقه فين جلسوا، وهاد فين كانوا، لان درنا شي كوين عصابه اجراميه ضد اربعه الاشخاص اللي تبع الوكيل العام المحترم. كتقول علاش ما كنهضروش؟ يعني ما كيهضرش، لان كنخلي القاضي يدير خدمته، لان دابا ملي وصلنا هاد الدرجه ديال استقراء الهواتف، قيت اول حاجه الكولونيل ديال العطور الله يرحمه، قيته بان ذاك الهاتف النقال اللي كنت كنسال عليه، ذاك الهاتف النقال كان تلاح في واحد هادشي في الاستقراء ديال الهواتف النقاله، بان الكولونيل بعدا كان ما خرجش من الدار، راه كان من 4 الفوق هو في الدار، الكولونيل راه وقع ليه القتل داخل الدار، ماشي غير افراد ديال العائله كانوا ناس اخرين، هادشي الاستقراء ديال الهواتف، واستقراو الهواتف ديال البلاصه اللي قال لك الشاهد بانها هو اللي جا اكد لينا بان اطراف اخرى خارجه اللي هما اللي هما من الطرف ديال السلك ديالو، اللي كان قلنا لكم طوموبيله كبيره وطوموبيله صغيره وطوموبيله اخرى، راه ماشي حتى واحد ما قالها من فراغ، راه ما قالهاش عائله ديال العطور، هذا السيد اللي كنشكرو بهذا المنبر اللي تعرض بزاف التهديدات ديالو، وعندنا التسجيلات اللي دينا بها الوكيل العام المحترم اللي دينا بها القاضي التحقيق، لان حتى واحد ما غيفلت من القضيه، تيهدو شي ناس شي طرف من عائله الام ديال ابتسام، اللي جاب ذاك السيد من الميريكان، اللي جاب واحد اخر من جهه اخرى، اللي داروا لهم تمركز سميتو ديالو، اللي عندنا تسجيلات التي تهدلو اللي دلينا بها الوكيل مالك المحترم والعام المحترم ودلينا به القاضي التحقيق. اذا حنا ما كنهضروش من فراغ، ماشي غير كنهرجو، ماشي كنجو نضحكو الناس، ماشي كنجو نضربو في اعراض الناس، ماشي كنجو، انا محاميه الدور ديالي هو هذا، الا ما كنتش كندير هذا الدور اذا انا ماشي محاميه، ما يمكنش واحد يسكتني، انا كنهضر ملفات اللي هي غامضه، ملفات اللي تخفات، الناس اللي تقتلوا ما بانوش، الناس ما بانتش الحقيقه ديالهم، الناس اللي تدمروا، انا اذا انا كندير الدور ديال المحامي، هذه خدمتي واخا ان هذه هي خدمتي وهذه هي مبادئي، ما يمكنش انا نغطي على شي واحد كيف ما كان نوعه، ما يمكنش عند ذاك الضعيف كيحقر على ذاك القوي، لا، اذا راه كاين القضاء، راه كاين القانون، راه كاين الله،
لان باش نجيو ندرقوا واحد كورونا اللي غدوش بكار نضرب يديه مع العلم انه ما كيشربش. قال لك بان كيشرب والزوجه قالت ما بقدرش نشرب وقالت لي ثلاث عامين قالت واحد الشخص اللي قلت غادي يسجلوا ومن اللحظه الاولى عرفت بان اول جلسه عرفت بان جريمه قتل. ولكن اللي زادنا الشطر الثاني هو الشاهد اللي كنشكروا هذا المنبر اللي عطانا هذا العلامات بان شفت من الطومبيله غاده في الديباناج باب الكفر محيول من اللور وشاف طبيلة الأخرى أخرى غادين تجي حتى هو ما كان شاف جلابة. نقول لكم كان شاهد شاف حتى الزوجة هزة جلابة في الدم حيدوا لك جلابة لمسة جلابة أخرى اللي هما حطوا في ذلك المكان راح تنشف راه ماشي ديك الساعة. والدليل على ذلك بأن الحاجة الوحيدة اللي كاينة اللي خرجوا بها الجريمة كلها راه هي الهواتف. خاص الناس يعودوا يردوا البال ما يصحبش راسهم بحال بكري كيقولوا انكرمت في الحبس. لا راه كاينة الهواتف النقالة، راه كاينة التمركزات ديال الهواتف، راه كاينة الكاميرات، راه كاين بزاف الحوايج. والروح ديما عزيزة عند الله، راه ما يمكنش واحد يجي واحد البنت اللي هي عرفات بأن الأم ديالها قالت لها باك مقتول، اللي عائلته قالوا لها نهار بعيا مشاو مشطوا البلاصة، جابوا بزاف وسائل الإثبات اللي كان خاصهم يدلوها القضاء في أول وهلة، إلا أنه ما عرفش كيفاش. ولكن الحمد لله روح عزيزة عند الله، راه بان كل شيء بلا ما يحاول شي واحد يطاول علينا، باش حتى شي واحد ما يحاول يفهم علينا، لأننا حنا الغرض من حنا كمغاربة نكونوا شعب نقي، شعب اللي ما فيه العدالة تحقق. أول حاجة هي العدالة تحقق، لأن يعني تحققت العدالة غتحقق التعليم غتحقق الصحة كلشي غتحقق. لأن أي واحد ما حتى واحد ما فوق القانون اللي دار شي حاجة اللي حاول يدير شي حاجة غيتردع لا بحال هاد المشاكل اللي كتبادل الأحكام اللي حتى واحد ما فوق القانون غيعود أي واحد يضرب 100 حسبة وحسبة باش يدير شي جريمة بحال هاد النوع اللي باشعة جدا. اللي هاد كورونا اللي خدم البلاد اللي هو عرفتي باش مكلف بمصلحة أمن الأجانب وكذلك بالحرس الملكي، لأنه هو معروف لدى الناس كبار، معروف النزاهة ديالو، معروف المصداقية ديالو. السيد كيدخل دارو مع 11 ما كيبقاش يخرج حتى 7 الصباح، السيد ما كيستعملش السيارة ديال الخدمة إلا حتى كيمشي بطوء السيارة ديالو، لأن كيدي أمانة على أحسن ما يجاب يرام تيوصلها للدار. تيوصل بطوموبيل سعادة كيهز طوموبيلة ديال الخدمة وكيخليها في الخدمة. إلا أنه كنشوفو بزاف الملاحظات، لأن أنا من عند ابتسام من عبر الأسئلة كنسولها على ديك 20 مليون اللي كانت تسمى في كوفر. فعلا الزوجة ذاك النهار في الصباح جات هي ويا جات كتبكي هي اللي قالت كنفاد داك الشيء، نفاد بأن كتدخل لدارو مني ذاك النهار جات كتبكي وهبط النور ديال العطور الله يرحمه ويوسع عليه مع ابتسام الطوموبيل. قال لها بغيت نقول لك شي حوايج خطيره، لان اضطريت ما غنبقاش مع الوالده ديالك وهاد الظروف كيبكي بالدموع، ما انا يمكن مطاردين الناس كبار ما يمكنش انا نتقتل بهذه الطريقه. وفعلا جبد 20 مليون من الكفر، قال لها غنكتب لك دار واختك دار واختك الاخرى دار وديك لإسبانيا قصارة خاد واحد المبلغ ديال 20 مليون من البنك، تاني واحد المبلغ ديال 14 مليون من البنك على أساس باش يشري شقة ديك البنت ديالو اللي كاينة إسبانيا. هادشي كله حقيقة، هادشي كله واقعة، وكاين جي بي إس تما. كيفاش دارو تهرسو داك جي بي إس لقاه راه ملي دارو ديك حتى حيدو داك جي بي إس باش يخليوش عليهم الدليل، ولكن الدليل راه باين. ما يمكنش ديروا هذه القضيه بالطريقه البشعه، ما كناش كنتصوروها تكون بحال شي فيلم، هذا شي فيلم اللي ما يمكنش نتصوروا الطريقه ديال القتل البشعه ضد واحد الشخص يؤدى مهام ديالو لبلادو. كيفاش حنا غنسامحوا الناس اللي كيعطيو للبلاد واحد الصيت كبير؟ كيفاش غنسامحوا في الامن ديالنا باش تختلف هذه الطريقه؟ كيفاش غنسامحوا في الناس اللي غادي البلاد قدام باش يوقع لهم هادشي بهذه الطريقه؟ ما يمكنش نحنا اي مغربي كيف ما كنوعو كبير شانو صغير شانو حنا عندنا كلشي بحال كلنا سواسيه امام القانون كيف ما كان نوع كيف ما كانت صفاته هو مغربي. اذا حنا
الانسان المغاربه رانا انا فرحانه لان من بعد بزاف ميفات قلت بان المغاربه واحد الشعب اللي مزيان بزاف وقدر الانسان يتلاقى مع برا غادي يعرف كيف دايرين المغاربه من بين جميع الدول اللي احنا غاديين بواحد الملك اللي هو عظيم. احنا ما كنديروش هادشي من فراغ لان غاديين في التعليمات ديال سيدنا صاحب الجلاله اللي كيقول اخيرا دائما كيخطب اللي كيخطب عاود يخطب على العداله خاصه تحقق في البلاد. لذلك ما بقي اربط المسؤوليه بالمحاسبه يعني ان ما بقى حتى شي واحد في القانون وعرفوا متيقنين بانه كيقولك ما بقيش بان العداله ثم العداله ثم العداله. رجعوا جميع الخطابات ديال صاحب الجلاله نصر الله غتلقاو هادشي كله كاين. وحنا الحمد لله انا نطمن الراي العام بان استاذه زين بخيار ماشي راه استاذه كدير شي حاجه انا كندير خدمتي على احسن ما يرام ونتحدى شي واحد يقول لك بيا في شي خصال اللي ما كتصورش. انا اخلاقي ماضيا وحاضرا ومستقبلا يعني مبادئي بحال هكا ولانني مغربيه اصيله ولكن حي المغاربه اللي عندهم اصل وعندهم لان المغاربه معروف بالاصاله ديالهم وبالحضاره ديالهم اللي كان تكون برا ما تقولش قالت مغربي كتعرف اخلاقك وبالسمات ديالك. اذا حنا كون تقريبا كنطمئن المغاربه كاملين بان حنا الحمد لله الحقيقه بانت بان حنا دوله حق وقانون حتى حاجه ما كتفوق القانون لان كنا سواسيه امام القانون بان الحمد لله بان انتصرنا فيما يخص ملف الكورونيل الا انهم كيتسائلوا الناس كيفاش قاضي التحقيق ما بداش في الاعتقال ما كيعرفوش هما ببساطه اللي كدوز المحكمه. هاد المسطره كبيره كبيره بزاف لان قاضي التحقيق راه كان حرك وكيل العام مالك دار حرك متابعه بالقتل العمد ضد مجهول 2021 وما صحابوش اش ملف كان جالس سامعوا العائله الدور سامعوا لهم بواحد بواحد من 2021 الا انه بعد ان تفجرت قضيه. كنشكر وكيل العام المحترم قاضي التحقيق لان قلت نهار الاربعاء غنمشي تما وفعلا استدعوا نهار الاربعاء ومشاو داروا اول جلسه داروا بداو فيها نهار الاربعاء مواجهات شهود راه من ديك الوقت ما كيعيطوا على الشهود دابا جميع الشهود جميع الجيران جميع الناس جميع الناس اي واحد دار يده من قريب ولا من بعيد كونوا متيقنين بان قاضي التحقيق استدعاه الا هما تيقولوا لا اش كيصحابو راه الحمد لله القاضي اللي كنشكرو من المنبر راه عيط علي استدعى عيط عليا هاتفيا قال لي يا استاذه ربع ايام وانا كنهاتفك لانني مع الجريف محاكم ما شفتش هذيك المكالمه ملي قال لي اجي دابا راه الخبره خرجات ومشيت طالعت عليها عرفت بان جريمه القتل كاينه داروا التمركزات ديال الهواتف النقاله. اذا هنا اشنو الدور ديال القاضي وكيل العام المحترم؟ خاصو يعرفوا الناس بان المهنه ديال القضاء راه ماشي سهله باش تحقق العداله راه ماشي سهله باش تجمع الاطراف اللي جاب الشاهد واللي جاب لي شهود كلهم استدعوا هذا التمركزات غيجيب شكون اللي كان في الدار من الصباح حتى العشيه غادي يجيب اللي تلي غيمشي ديك المنطقه اللي كانوا فيها دوك الناس غيمشي للمنطقه الاخرى تحت فيها الحادثه غيجيب الناس دوك الشهود كاملين غادي يواجههم كامل لان هذه عصابه خطيره تكوين عصابه اجراميه خطيره اللي قدرت توصل لقتل واحد رجل امن اللي هو نزيه اللي هو عنده واحد الوزن كبير بالنسبه للمجتمع المغربي اللي احنا كنا فرحانين ببلادنا وبالامن ديالنا والعداله ديالنا والقضاء ديالنا. اي شخص كيخدم بنزاهه في اي ميدان سواء طبيب سواء قاضي سواء الحداد سواء النجار هذا كنشكرو وتنحترمو وكنبغيو لانه هنا منا وحنا منه الا اننا غادي نقول لهم الحقيقه كلشي يعلم بان الكولونيل عطور مقتولا وماشي غير مقتولا باقي غير كيف القاضي تخيل مساهم كاين اللي ساهم كاين اللي دار جريمه كاين اللي ستر عليه كاين اللي ساهم معاه كاين اللي ساهم معاه كاين اللي ستري وكاين اللي باقي باغي يستري من الهجوم حتى هما غايجيو حتى هما تكون عصابه اجراميه. حنا عارفينهم واحد بواحد راه ماشي حنا غاطي كون متيقن بانني انا الدور ديالي كمحاميه اي واحد حط لي الميف ديالو ما غنمشيش نشري ونبيع في الميف غنمشي ندير شكايات غنمشي ندير شكايه للوكيل العام المحترم غندير للوكيل الملك اي على حجم الشكايه اللي غدا ما غنتهاونش لان ما خاص الناس كلشي الناس كيجيو مدمرين خاصنا نبينو
ونبينوا العالم كلنا بان احنا اللي خدنا رئاسه حقوق الانسان، خاصنا نبينوا العالم كلنا بان كنستحقوا ذلك، خاصنا نبينوا العالم كلنا بان عندنا المونديال 2030 اللي حتى اي دوله في العالم ما استحقت هاد المراتب الا حنا، والحمد لله على المغاربه، والحمد لله لنا وحنا فرحانين بهاد النتيجه اللي وصلنا لها. وكما كنقول دائما في جميع المنابر لنا كنقول الله الشعب ديالنا حنا كاملين، واللي خرج من هذا الشارع ماشي منا، اللي هو الله والوطن والملك.